محمول رسید محمول رسید کسی اونجا هست قربان تا موسم با قشتی قد شده به نظر می رسید دستگیر شدن و سیگنال از یک کشته دیگه میاد أسلحة هائلة لا تزال تصل إلى الحوثيين بشكل غير متوقع. ثمة شيء غريب يحدث على هذه البحار. إنه اليمن، البلد العريق والقديم قدم العرب. لا تزال الأسلحة تتدفق إلى ميليشيات طائفية تتوزع على أكثر من بلد عربي. يديرها الحرس الثوري الإيراني. اليمن إحدى تلك البلدان التي تواجه مصاعب في تحقيق الاستقرار بسبب ميليشيا الحوثي التي تقاتل السلطة الشرعية هناك. واقع يترك كثيرا من الأسئلة وخصوصا عن استمرار تسلح الحوثيين. من أين يأتي هذا السلاح؟ كيف ذلك؟ ما هي الطرق التي يستخدمها المهربون؟ من يساعدهم داخل اليمن أو على شواطئه؟ ما هي مراحل تهريب السلاح؟ وما هو دور شركات الشحن في عمليات التهريب؟ وهل للقصة نهاية لكي يعود اليمن سعيداً؟ هنا على هذه البحار تنتشر قوات من خفر السواحل لمراقبة البحار الممتدة على طول الخريطة اليمنية. حالة تهريب السلاح وتمريره إلى ما يعرف بجماعة الحوثي لا تزال مستمرة. في سبتمبر أيلول من العام 2014، أي بعد استيلاء جماعة أنصار الله الحوثي على السلطة في صنعاء وطردهم الحكومة التي تدير أمور البلاد هناك، بدأت تتكشف الخطورة التي تشكلها هذه الميليشيا الانقلابية، ولا سيما أنها تتغذى على السلاح بشكل مستمر. كان لابد من التقصي والبحث عن تاريخ هذه الحركة مع السلاح وطرق تهريبه. قبل أن تظهر مثلاً جماعة الحوثيين كجماعة على الأرض أو تعلن عن نفسها، هو بدأ الدعم الإيراني لها من تقريباً من نهاية الثمانينات أو بداية التسعينات، ولكن بالخفاء حتى ظهرت كجماعة ودخلت في مواجهة مسلحة مع الدولة في أول حرب تخوضها تقريباً في 2004. وبفضل الدعم الإيراني الذي تحصلته على امتداد أكثر من عقد من الزمن تقريبا، خاضت 6 حروب يعني مواجهة مع إلوية، مع وحدات عسكرية، مع مناطق عسكرية، في صعد على 6 حروب من 2004 إلى 2009. الحروب 6 تلك التي اشتعلت ما بين عام 2004 و2009، والتي دارت رعاها بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، كانت تحتضن أحداث وشواهد كثيرة على تاريخ علاقة الحوثيين بالسلاح المهرب. منذ الحرب السادسة طبعاً بدأ الكشف عن سفينة جيهان 1 التي دخلت المياه اليمنية في جزيرة أم السوابع، وتم الإعلان عنها، وتقدمت مندوبيتنا في الأمم المتحدة بمثلنا في الأمم المتحدة بطلب إلى مجلس الأمن للتحقيق في هذا الواقع، وقوبل هذا الطلب بالموافقة. ثم تلتها بعد أشهر من عام 2013 في شهر يناير الكشف عن سفينة جيهان 2 والتي تم القبض عليها في شرق اليمن في سواحل المهرة، وتحمل مئات الأطنان من الأسلحة
ذات الصنع الإيراني، منها صواريخ أرض جو، ومنها راجمات صواريخ، ومنها أسلحة رشاشة، ومنها مواد شديدة الانفجار مثل RDX والC4. وتم نزول لجنة للتحقيق من لجنة المقاطعة في مجلس الأمن، واطلعت على هذه الأسلحة ووجهت أصابع الاتهام إلى إيران. ما فعله الحوثيون ليس مفاجئاً، لكن قد تبدو الشراكة الحالية بين الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وبين الحوثيين لا تصدق. فالمخلوع صالح وقبل سنوات من خلعه كان قد اتهم إيران مراراً بدعم جماعة الحوثيين والتدخل في الشأن الداخلي اليمني، إلى جانب أنهم يزعزعون استقرار البلاد. الموجود في محافظة طعطا أو أينما وجد. وكانت السلطات اليمنية أعلنت في العام 2009 ضبطها لسفينة إيرانية محملة بالأسلحة لدعم الحوثيين. كما أن وزير الخارجية اليمني السابق أبو بكر القربي دعا إيران في 13 من ديسمبر كانون الأول من العام نفسه إلى التوقف عن دعم الحوثيين. لكن البعض يؤكد أن نظام المخلوع صالح تواطأ لتمرير السلاح إلى الحوثيين لأسباب كثيرة تخصه دون مصلحة المنطقة واليمن. يصبح زعيم، ما في زعيم، ما في قائد، هو عميل. طبعا هذا الدعم الإيراني كان يوصل للحوثيين طبعا بتواطئ وتسهيل من نظام علي عبد الله صالح لعدة اعتبارات، لأنه أول حاجة من أجل أن يبتز المنطقة ويهددهم بهذا البعبع طبعا، وتصفية حسابه مع خصومه في إطار المحليين في إطار اليمن، مثل الأخوان المسلمين، مثل القائد العسكري المعارض له علي محسن الأحمر. عندما استولى الحوثيون على مقرات الفرقة الأولى مدرع، تصاعدت تحذيرات حول سطوة هذه الميليشيا على سلاح الفرقة. خالد النسي ضابط في الجيش اليمني برتبة عميد، كان في صفوف الفرقة الأولى. أكد أن سلاح الفرقة الأولى التي استولت عليها ميليشيا أنصار الله لا يمكن له أن يساعدها على الصمود في وجه القوات الشرعية أكثر من شهر، فالأمر يتعدى سلاح الفرقة الأولى. تعمد أن علي عبد الله صالح أنه كل السلاح النوعي الذي كان يدخل إلى اليمن يتم يعني مثلاً أخذه إلى الوحدات الخاصة به، مثلاً وحدات الحرس الجمهوري، وحدات يعني ذات كفاءة عالية في التدريب والتسليح. بينما وحدات المنطقة العسكرية السادسة والفرقة الأولى مدرع لم تعد تحظى بأي دعم من أنواع الأسلحة من بعد حرب 94. إذن السلاح الذي تستولوا عليه الحوثيين لما يقولوا مثلا سيطروا على أسلحة الدولة، هي سيطروا على أسلحة المنطقة السادسة والفرقة الأولى مدرع، وهي أسلحة متهالكة بالكاد، يعني بالكاد في إطار التفوق الجوي والبحري لدول التحالف العربي ومعها الشرعية، بالكاد يعني مثلا أننا تعطيها مثلا القدرة على شهر أو شهرين للمقاومة، لكن أكثر من هذا مستحيل يعني. وهذا يرويك أنه أكثر من عامين وهم مقاومين أنه عندهم مخزون هائل من السلاح تحصلوا عليه وما زالوا يتحصلوا عليه حتى اليوم. 3 أعوام ويخوض الحوثيون الحرب دون أن تنفذ ذخيرتهم، كيف ذلك؟ تبدو الأسئلة أكثر إلحاحا حول كيفية وصول الأسلحة إلى الحوثيين، باعتبار أن العلاقة الوثيقة بين الحوثيين والحرس الثوري مكشوفة للعلن. كان علينا تعقب هذه العلاقة والتقارير والوثائق التي نشرت، خصوصا بشأن تواجد القوات الإيرانية في البحار المطلة على اليمن. التقرير الأكثر أهمية الذي انطلقنا منه هو الذي نشرته منظمة أبحاث تسليح النزاعات، أو ما يعرف بمنظمة كار، وهي منظمة تتخذ من بريطانيا مقرا لها وتتلقى تمويلها من الاتحاد الأوروبي. التقرير الذي نشر في نوفمبر من العام 2016 قال المحققون فيه إن أسلحة إيران تصل إلى جماعة أنصار الله في اليمن عبر إرسالها أولاً إلى الصومال، وهي وجهتها الأولى،
قبل أن يعاد شحنها إلى اليمن. المنظمة أشارت إلى أن عمليات تفتيش بحرية تمت بين شهري فبراير شباط ومارس آذار من العام 2016، وضبطت في خلالها أسلحة مهربة على متن سفن ذو الشراعية التقليدية. المنظمة حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صدرت من هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها السفينة الحربية الأسترالية HMAS داروين والفرقاطة الفرنسية FS بروفانس. قامت كثير من السفن الفرنسية والأمريكية والأسترالية بالقبض على سفن شراعية تحمل أسلحة مهربة من إيران، وهذه السفن مصنوعة في إيران في مصنع أبو منصور الشهير الذي يقوم بصناعة هذا النوع من السفن الشراعية لغرض التهريب. وما جهان واحد الأسلحة الإيرانية التي ضبطت فيها السفينة الإيرانية التي ضبطت فيها الأسلحة ببعيدة عنا، وأيضا الأسطول الأمريكي الخامس المتواجد قطع منه في البحر الأحمر لمكافحة القرصنة ألقوا القبض على سفينة مليانة أسلحة مليانة. بالتالي لا نستغرب الحقيقة عقيدة التهريب للأسلحة للإيرانيين، أصبحوا أكثر خبرة من أي دولة أخرى. كما ذكر التقرير أن السفينة الأسترالية ضبطت على متن سفينة داو المتجهة إلى الصومال أكثر من 2000 قطعة سلاح، بينها رشاشات كلاشينكوف ومئة قاذفة صواريخ إيرانية الصنع. أما الفرقاطة الفرنسية فضبطت على متن سفينة داو أخرى 2000 رشاش بميزات إيرانية و64 بندقية قناص من طراز هوشدار إم إيرانية الصنع. ونقل التقرير عن مصادر حكومية فرنسية أن الأسلحة التي ضبطت على متن سفينة داو كانت متجهة إلى الصومال لاحتمالية شحنها مجددا إلى اليمن. ولفت التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة عثرت في اليمن على صاروخ كورنيت يحمل رقما متسلسلا ينتمي إلى نفس سلسلة أرقام الصواريخ التسعة المصادرة، وأن ذلك يدعم المزاعم بأن الأسلحة أتت من إيران، وأن شحنات الأسلحة على متن سفينتي داو كانت متجهة إلى اليمن. لابد أن نشير إلى أن المنطقة التي يعتمدها الحرس الثوري هي منطقة بلاد البنط، وهي ولاية صومالية تتمتع بحكم ذاتي واسع، وهي شبه مستقلة عن الحكومة المركزية في الصومال. نشاط الحرس الثوري يمتد إلى إريتريا التي تقابل ميناء الحديدة، والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي. تهريب السلاح من هذا البلد الإفريقي تم تأكيده من قبل ضباط يمنيين شهدوا على الأحداث المتتالية في اليمن. هو في 2009 الرئيس الإريتري السياسي أفورقي قام بزيارة إلى إيران، وتم أخذ عن هذه الزيارة مثلا توقيع عدة اتفاقيات، وكان أهم توقيع مثلا توقيع اتفاقيات عسكرية أهمها، يعني بموجب هذه الاتفاقيات أنه إيران استأجرت جزيرتين في إريتريا، وهي جزيرة فاطمة وأعتقد دهلك، هذه في 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 أرخبيل دهلك في إريتريا قريبا من عصب ميناء عصب. أنشأت في أحد الجزر هذه أكبر مخزن أسلحة، أكبر مخزن أسلحة على مستوى أسلحة استراتيجية ضخمة في أحد هذه الجزر، ومنه يتم إمداد الحوثيين وغير الحوثيين. يعني تعتبر منطقة انطلاق للتخريب والتدمير لليمن وغير اليمن. هدفنا في هذا الفيلم كان التحقق من تهريب الحرس الثوري للأسلحة إلى اليمن، لكن جمال بو حسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في البحرين أكد لنا أن الحرس الثوري يستهدف عدة دول خليجية وليس اليمن فحسب. الحرس الثوري هي منظمة إرهابية ووضعت على رأس القائمة الإرهابية كمنظمة إرهابية،
وهي من يقوم بتدريب الإرهابيين وإيواء الإرهابيين وإمداد الإرهابيين بالمال والسلاح، وهي الجهة الوحيدة، أنا لا أقدر لا أستطيع أن أقول بأنها هي الجهة الوحيدة، ولكن هي الجهة الرئيسية في عملية تهريب الأسلحة وإمداد الإرهابيين، لأنها هي من يقوم برعاية الإرهاب والإرهابيين. نظام دولة الملالي في إيران، تهريب الأسلحة هو جزء من عقيدتها العسكرية القتالية، هذه العقيدة التي تعتمد على بروكسي وور، تهريب السلاح، دعم الجماعات. كيف يدعم الجماعات؟ يدعمها بالمال والسلاح، وقبلها يكون هو عاملهم أيديولوجية. فعقلية التهريب وعقيدة التهريب هذا جزء أساسي من العمل العسكري والتحضيرات العسكرية للانقلاب على الدول وداخل أنظمة الدول. فلا نستغرب إطلاقا، أصبحوا يملكون خبرة كبيرة في كيفية تهريب السلاح وإخفائه. في مارس آذار من العام 2014 نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريرا مطولا عن التواجد البحري المتطور لإيران. حيث قال إن قوات إيران البحرية تنقسم إلى تنظيمين، القوات البحرية لفيلق الحرس الثوري والقوات البحرية لجمهورية إيران الإسلامية، ويتألف الأسطول القتالي لقوات البحرية لفيلق الحرس الثوري من مئات القوارب الصغيرة وعشرات زوارق التوربيد الحربية والطائرات سريعة الهجوم المسلحة بصواريخ مضادة للسفن وعدد من الغواصات الصغيرة. ويعمل أحياناً الأسطول الإيراني الكبير المكون مما يقارب من 200 سفينة تجارية كذراع مساعد للبحرية، ويمكن استخدام هذه السفن لمهام سرية حساسة مثل تهريب المواد والتقنيات المحظورة اللازمة للبرامج الصاروخية والنووية وتصدير النفط في انتهاك للعقوبات الدولية آنذاك. وتستخدم إيران في بعض الأحيان سفنا تجارية أجنبية لنقل الأسلحة إلى وكلائها وحلفائها الأجانب، وغالبا دون علم أصحاب السفن وطواقمها. وفي الواقع تعمل السفن التجارية من هذا القبيل كذراع استعانة بمصادر خارجية للقوات البحرية الإيرانية. خطوط التهريب استفيد منها من قبل الحوثيين في تأمين بعض المدخولات مثل الأسمدة والأدوية المزورة وبعض المعدات الزراعية وغيرها، واستفيد من طرق تهريبها أيضا لتهريب السلاح. مؤسسة أبحاث التسليح في الصراعات كار هي الأخرى، أشارت في تقريرها إلى شركة المنصور الإيرانية لتصنيع السفن، حيث قالت المؤسسة إنه منذ 2012 تورطت قوارب المنصور في حالات تهريب عديدة للهيروين والحشيش إضافة للأسلحة. لا يستطيع التحالف أن يوقف أي سفينة إلا مشتبه فيها 100%، وبالتالي كل سفينة تستطيع المرور سفينة صيد. أضف على ذلك قد يتم تزوير منافذ الشحنة أن هذه متجهة والله إلى جيبوتي، وبالتالي المنافس أو إلى عمان مثلا، وبالتالي منافس الشحنك ما يقدر يعرضها، هي بنص الطريق تنفصل أو إنها توقف وتجيها زوارق ويتم. وهذا هو الأسلوب الغالب، لأن شاهدنا فيديو الطيران التحالف يضرب هذه الزوارق، تقترب 4 زوارق يتم تعبئة الحمولة وتفريقها، ترجع الزوارق على البر ويتم تحميلها بآليات وتستمر هذه الطريق في خلال 3-4 ساعات هو خالص وماشي على وجهته. سألنا مجموعة من شركات الشحن البحري عن الأمور اللوجستية التي يمكن أن يستغلها الحرس الثوري الإيراني والتي يصعب على قوى التحالف العربي السيطرة عليها.
كيف يتم تهريب الأسلحة ضمن شحنات بحرية يفترض أنها تحوي على مواد غذائية أو زراعية أو غيرها من المواد المشروعة؟ يعني كل شحنة ستشحن ضروري يفصح عنها في الموالي، لما تمر بأي ميناء ضروري تفصح على نوعية الشحنة اللي معك حتى تتمكن المواني هذا بعمل الواجب وعمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بين كل بضاعة لبضاعة، ومن بضاعة لبضاعة يمكن واحد يشحن لك أسلحة. فالدولة اللي ستدخل فيها المانيا تعمل حسابها أن في باخرة حاملة شحنة خطرة، شحنة نوعية نووية، شحنة ده، فبالتالي ضروري الإفصاح عنها بمنافسها بأوراقها أو حتى بمسبق قبل شهر أنك ستمر في المنطقة هذه تعمل تشعر الدولة وتشعر الوزارة الخارجية أنك عامل شحنة زي هكذا ستمر ببعض الموالي حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تأمين البضاعة لتأمينها. يعني لما توصل الباخرة للميناء تقدم أوراقها من منافيس من بوال الشحن، بوال الشحن مختمة أحيانا تكون من الدولة اللي صدرت منها اللي شحنت فيها البضاعة. في المواني في جهات جمركية في جهات أمنية تقوم بتفتيش وتتأكد من أن هذه نفس البضاعة، وممكن الآن بالتواصل الإلكتروني تواصل مع المواني أن بضاعة شحنت من ميناء A إلى ميناء B وصلت بنفس الشحنة يتأكدون منها. طبيعة وماهية الشركات التي يستهدفها الحرس الثوري في استغلاله الملاحة البحرية لتهريب السلاح إلى اليمن غالبا ما تكون تابعة لشركات غير قانونية. لا يتم إنزال السلاح هذا بالمواني، يتم إنزاله في السواحل. تعرف نحن نحتكم بساحل كبير أكثر من 2000 كيلو ساحل كبير، فيتم شحن السلاح في بواسطة السفن خشبية أو فيبرجلاس، يتم شحنه ويتم إنزاله في الساحل ولا يتم إنزاله عبر الموالي. طرق التهريب إما عن طريق البحر، وطريق البحر تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما عن طريق الغواصات وهم يملكون غواصات تطفو على السطح أو تنزل السطح بزوارق زودياك ويتم تهريب سلاح وتسليم الحمولة، أو أن يتم إلقاء صناديق الحمولة في موقع جغرافي بحري على الساحل ومحدد ويتم إرسال الإحداثيات إلى الشخص المستلم، أو أن يكون بسفن بحيث يتم تزوير مانيفستو الشحنة والسفن هذه تابعة ومسجلة لشركات إيرانية وهي في الواقع مملوكة للحرس الثوري وتملأ بالأسلحة. أما معظم شركات الشحن التي تكون هويتها معروفة فتلزمها آلية تعتمدها شركة الشحن بشأن الحمولة التي سيتم تسليمها والتي تتطابق مع نفس الحمولة الصحيحة المذكورة في المستندات الورقية. تحصل أحيانا اختراقات من بعض للأسف من بعض التجار أو الوسطاء بحيث انه يحصل يعني شحن بضاعه اخرى مع البضاعه هذه بغير البضاعه مسجله رسميا، لكن في التفتيش البحري قبل دخول الميناء المعين، في التفتيش في رصيف الميناء يعني نحاول نحد من هذه المشكله. هي ما حصلت الان بالخالص الحمد لله، لكن في هناك رقابه في كنترول على الموضوع. اي شحنه مخالفه يتحملها قبطان الباخر، هو اللي شحنها برضاء، هو عارف وين مصدرها وين رايحة وين جاية. فقبطان الباخرة مسؤول الأول عن أي شحنة موجودة في مركبه، مسؤول قبطان الباخرة، من ثم تتخذ الإجراءات الأخرى في المواني أمنيا وتفحص وتتدخل فيها الجهات الأمنية بعقوب عملية التحقيق مع قبطان الباخرة، لأنه القبطان أول مسؤول عن أي شحنة في الباخرة هو القبطان. إذا كانت في عرض البحر العقوبة تكون من مالك الباخرة، لكن بعد ما يتم وصول الباخرة قريب الميناء وتكون تحت الوكالة الملاحية يتم رفع مخالفات على كابتن الباخرة ودفع غرامات للشؤون البحرية.
التقارير الدولية أشارت مراراً إلى أن الحرس الثوري غالباً ما ينتهج طرقاً ملتوية لتمرير السلاح، وذلك بتغيير هوية وسجل السفن. السفن ممكن تغير هويتها واسمها وهويتها التجارية إذا السفينة مثلاً في شخص تاجر اشترى السفينة، من حقه يروح يغير الهوية حقها، الفلاج حقها، الجنسية حقها، الإيمو نمبر، بس وفق نظام، يعني نظام ملاحي معروف، يعني وفق قوانين موجودة. أساليب الحرس الثوري الملتوية في تضليل الرقابة الدولية في البحار المطلة على اليمن لا تقتصر فقط على تغيير هوية السفن وسجلاتها، بل تشمل تعطيل أجهزة التعقب. السفينة تكون ملتزمة برحلة، مثلا توصل المكلة بتاريخ كذا، تاريخ مثلا 8/8 في خلال هذه اللحظة فقدنا الاتصال من كابتن الباخرة، أغلق لقى سويتش أوف للأجهزة حقه وكل حاجة. بعدين تم إعادة فتح الجهاز. طبعا في دفتر موجود في الباخرة اسمه لوج بوك، هذا اللوج بوك يحدد الستيتمنت حركة الباخرة من مغادرتها إلى مين الوصول. ممكن تخرج لجنة من الـ من الـ من الباخرة، من الوكيل الباخرة، من ملاك الباخرة، من المينا، من شؤون البحرية، يلقي فحص على اللوج بوك اللي موجود، هذا الكتاب اللي موجود ظهره، يحدد حركة السفينة. المعلومات التي نشرتها منظمة كار دفعتنا لمعرفة بعض الطرق الرئيسة التي كان يعتمدها الحرس الثوري الإيراني لتهريب السلاح إلى الحوثيين، بعضها اليوم معطل والآخر ما يزال يعمل. هنا لابد من توضيح بعض المعطيات الأولية، والتي أساسها أن مناطق سيطرة الحوثيين موجودة على الجزء الغربي من اليمن. وهنا لابد من الإشارة أيضاً إلى أن الساحل اليمني يمتد على طول يقدر ب 2600 كيلومتر، ويقابل هذا الساحل بحر العرب ويفصله عن الصومال خليج عدن. في الجانب الغربي للجمهورية اليمنية تقع عدة موانئ تطل على البحر الأحمر، منها ميناء الحديدة الذي يقبع تحت سيطرة الحوثيين ويقابل الموانئ الإريترية. وكما هو معلوم أن أعمال القرصنة البحرية التي شهدتها سواحل الصومال دفعت قوى دولية لمراقبة البحار التي كانت تجري فيها أعمال القرصنة. أشهر تلك القوى هي الفرقاطة الأمريكية والأسترالية والفرنسية. وعلى ما يبدو أن تهريب السلاح إلى الحوثيين مستمر منذ أعوام بسبب استغلال الحرس الثوري لحالات الفوضى التي تعيشها بعض الدول الإفريقية. فمن الموانئ الإيرانية تنطلق سفن التهريب وتتجاوز المنطقة المراقبة دولياً حتى لو اضطرت للذهاب بعيداً إلى المحيط الهندي، كما أنها تستخدم زوارق للتمويه. تصل هذه السفن المحملة بالأسلحة إلى موانئ الصومال مثلاً، وبعدها يقوم مهربون بإيصالها إلى جزر قريبة من المكلا أو من شبوة، وبعدها تنتقل عبر طرق برية إلى مناطق الحوثيين. طريق شبوة البيضاء هو من الطرق البرية التي يهرب من خلالها السلاح. فوفقاً للناشطين ومواقع إخبارية وكذلك المراقبين للشأن اليمني، فإنه بعد وصول السفن قبالة سواحل شبوة يقوم المهربون باستخدام طريق بالحاف عزان، مروراً بحبان مركز المديرية، ثم الضلعة وعتق وبيحان القصب، ومن بيحان إلى البيضاء، لتسلم بذلك إلى ميليشيات الحوثي. يعتقد أن الحرس الثوري الإيراني كان يستغل الموانئ الإريترية أيضاً لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين، كونها الأقرب إلى مناطق سيطرتهم، ولا يعرف إن توقفت خطوط التهريب من هذا الطريق. كما أن سفناً تجارية لا يعرف أن أين تتوجه تظهر فجأة في ميناء الحديدة، وهو ما أكدته صحيفة فاينانشال تايمز التي حصلت على معلومات تفيد بأن ما لا يقل عن 4 سفن شحن إيرانية بسعة مجموعها 15,000 طن قامت خلال الأشهر الأولى من سنة 2015 بسلسلة من الرحلات المشبوهة للغاية وغير المعلنة من إيران إلى موانئ يمنية يسيطر عليها الحوثي.
تفاصيل أنشطة السفن قدمتها شركة ويند وورد، وضربت مثلا عن سفينة تبلغ سعتها 7000 طن غادرت جنوب شرق آسيا في ديسمبر 2014، وكان عملها يقتصر على تلك المنطقة فقط، حيث وصلت كراتشي في باكستان في منتصف يناير سنة 2015. بعدها غيرت هويتها ومقرها المسجل وغابت مدة 9 أيام بعد أن عطلت أجهزة التعقب، ثم عادت للظهور في ميناء بندر عباس في إيران منتصف فبراير شباط بعد أن أصبحت محملة بالكامل. غادرت السفينة في اليوم نفسه لتظهر في 23 فبراير في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيين. ظلت السفينة راسية في المياه الإقليمية اليمنية لمدة شهر، وهو ما دفع الكثير من المراقبين للاستغراب، لأن بقاء السفينة كل هذه المدة لا يمكن فهمه كنشاط اقتصادي. لكن محافظة المهرة التي لا تشهد صراعات كما غيرها من المحافظات اليمنية تحوي نشاطا رئيسا في التهريب للسلاح إلى الحوثيين، ويرجح البعض أن قوى التحالف العربية عطلت طرق إمداد الحوثيين في مناطق كثيرة، وهو ما حدا بالحرس الثوري الإيراني إلى اعتماد مناطق ضمن محافظة المهرة لتمرير السلاح إلى الحوثيين. نقطة البداية التي تنطلق منها السفن التي تحوي الأسلحة المهربة هي الموانئ التي يديرها الحرس الثوري في إيران. هذا ما تشير إليه أغلب التقارير والتحقيقات، لكن هناك طرق أخرى اعتمدها الحرس الثوري وميليشياته، وهي ما أرشدنا إليها اللواء محمد الجميع وكيل جهاز الأمن القومي اليمني، إضافة إلى الشخصيات التي تدير هذه الطرق. جهات يمنية كثيرة بدأت منذ الحرب السادسة ما قبل الحرب الانقلابية، وكان أشهرها الطريق المعروف تاجر السلاح فارس مناع محافظ سعدة من 2012 إلى 2014، والذي عقد صفقات كبيرة من الأسلحة مع شركات برازيلية. تم الكشف عن هذه العمليات وتمت المحاكمة للشركات والكشف عن هذه الصفقات، والأسلحة تصل من البرازيل إلى الصومال، ثم جزء منها يستخدم في الشأن الداخلي الصومالي، والجزء الآخر ذهب اليمن إلى الحوثيين. في أسلحة مثلا ضبطت مثل صواريخ الدفاع الجوي صينية مثلا زي هي أعتقد اسمها QW1M، هذه صواريخ صينية الصنع مثلا تخصص للدفاع الجوي للأهداف الجوية، هذه صينية صعبة. لكن أيضا يعني جاءت عبر يعني جاءت من الصين إلى إيران، ومن إيران تم تصديرها من إيران إلى، فمش كل الأسلحة هي أسلحة إيرانية، ولكن هناك أسلحة تأتي من مصادر أو من صناعات أخرى غير إيران، ولكن تأتي إلى إيران، ومن إيران يتم تصديرها إلى الحوثيين. لا يقتصر نشاط الحرس الثوري على تهريب الأسلحة إلى الحوثيين فحسب، حيث يشمل هذا النشاط تهريب عناصر من ميليشيات شيعية في المنطقة لإدارة وتشغيل أسلحة لا تمتلك عناصر الحوثي معرفة في تشغيلها، كالصواريخ البالستية التي وصلت شحنات كبيرة منها إلى اليمن. بالنسبة للصواريخ البالستية أيضا هي أحد الأسلحة التي هربت إلى اليمن، سواء عن طريق الطيران لما كانت هناك 20 رحلة طيران والآن مخبية في الجبال، وخصوصا في منطقة جبال النهدين، وفي ألوية بعض الصواريخ لأنها داخل الجبال. مشكلة الصواريخ في اليمن أن جهاز الجايروسكوب قديم تحتاج إلى صيانة معطلة، فأتوا بصواريخ إيرانية، من يقوم على تشغيل هذه الصواريخ هم ناس من حزب الله العراق أو حزب الله اللبناني بجوازات لبنانية وبتدريب إيراني. يعني هذه العملية واضحة، حتى الأسماء لدي الناس اللي عملت في اليمن، وإذا قال لك ما في ناس قولهم كذابين. حميد القربي الذي يشغل حاليا منصب وكيل وزارة الثروة السمكية في اليمن كان قد شغل منصب المدير العام لهيئة المصائد السمكية بمحافظة شبوة سابقا، حيث أنه عندما كان يشغل هذا المنصب طالب مرارا بإيقاف نشاط التهريب من سواحل المحافظة،
التي تمارسه قوى متنفذة ومرتبطة بنظام المخلوع صالح وميليشيا الحوثي الانقلابية. سألنا القرابي عن المعلومات التي يمتلكها حول عمليات التهريب وما هي الأسباب التي دفعته إلى إطلاق تلك التحذيرات من شبوة. عندما بدأت تدفق كل قوارب التهريب، قوارب تهريب النفط وقوارب تهريب السلاح وقوارب تهريب أنواع عدة، حدثت هناك عدة مشاكل ما فيها قتل وضرب، وباعتبارنا نحن أيضا في القطاع السمكي تأثرنا من وجود هذه القوارب بسبب التأثير البيئي على مواقع الأسماك، لأنها بدأوا يهربوا في مواقع تتكاثر فيها كل أنواع الأسماك وتوالدها وتكاثرها. ونحن ما حذرنا منه أنه كل ما ينزل إلى الشواطئ ينقل مباشرة عبر الطرق المؤدية إلى الحوثيين في البيضة وبيحان وإلى طريق الخط الدولي سيئون صنعاء. ومن هذا فهناك يعني شعرنا أنه هناك خطر يأتي من البحر ويستفيد منه العدو. يؤكد الكربي أن التهريب من شبوة يتجه للانحسار بشكل نهائي، ويوضح مدى الأهمية التي تشكلها محافظة شبوة فيما يتعلق بالتهريب. أولاً أغلب المهربين من شبوة ومن البيضة المحادة شبوة، وثانياً أنه سواحل شبوة مرتبطة بالخطوط البرية الصحراوية والطرق المؤدية إلى البيضة ومؤدية إلى مارب ومؤدية إلى سيئون، كلها طرق متناسقة وهي أقرب منطقة لمواقع التهريب البرية. ما هي المواقع اليمنية التي باتت اليوم مقصداً للحرس الثوري لتمرير السلاح إلى الحوثيين بعد تضييق التحالف العربي الخناق عليه في بحر العرب؟ هذا ما حاولنا البحث عنه، وتواصلنا مع إحدى الشخصيات التي تتبع الشأن اليمني عن كثب، حيث رفض الإفصاح عن هويته لحساسية الملف. رواية الشخصية تطابقت مع روايات يمنيين آخرين بشأن عمليات تهريب السلاح. أشارت الشخصية إلى محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عمان. المعلومات التي أدلت بها الشخصية اليمنية ربما يدركها الكثير من السكان المحليين في المهرة والمحافظات المجاورة. الأسلحة تصل الحوثيين بشكل يومي والتهريب لم ينقطع، وما يتم تهريبه من أسلحة من سواحل محافظة المهرة القريبة من السواحل الإيرانية، هذا أمر وارد. والتحالف العربي يركز على سواحل البحر الأحمر، والبحر العربي قرب باجل وعدن والحديدة، أما محافظة المهرة فهي مهملة تماما. تجارة السلاح هي الرائجة عبر السواحل الجنوبية الشرقية لليمن، ومن ثم عبر صحراء المهرة وحضرموت وصولا إلى محافظة شبوة. الحوثيون وكلاهم موجودون في المهرة. العمال في المعابر لا يقومون بتفتيش الشاحنات ولا يقومون بالمسح لا للكشف محتوياتها، لكن عمليات التهريب في هذه المحافظة تتم غالبا عن طريق البحر الذي يشكل 90% من عموم التهريب الحاصل في المهرة، حيث يمتد هذا النشاط من رأس ضربة علي شرقا في مديرية حوف إلى سيحوت في الغرب، وتتركز كثافة التهريب عند منطقة محيفيف التابعة لمديرية الغيضة وفي منطقة حوف المحادية لسلطنة عمان، وكذلك طبوت ونشطون وحسوين وعتاب وسيحوت وصولنا إلى حضرموت وشبوة عبر الشريط الساحلي. الحديث يدور عن محافظة المهرة. المعلومات تشير إلى أن هذه المحافظة تعد المصدر الرئيس لتهريب السلاح إلى جماعة الحوثي. تؤكد الشهادات أن شواطئ المهرة الممتدة على طول 570 كيلومترا مفتوحة للتهريب منذ العام 1994، حيث لا يوجد أي نشاط للدولة أو خفر السواحل. كل ذلك ساهم في انتشار مافيات التهريب حتى أصبحت قوة ضاربة لا تستطيع السلطة المحلية مواجهتها.
الشهادات التي رفضت الإفصاح عن هويتها ذكرت أسماء بارزة تقوم بتهريب الأسلحة منها. أبو علي الحاكم القائد الميداني الموضوع اسمه على لائحة العقوبة الدولية، وكذلك محمد عبد السلام الذي يشرف على تلك العمليات. المهرة هي حتى اليوم ما زالت للأسف الشديد المنفذ الأساسي للتهريب، والذي يحمي هذه العمليات الآن هو القوات العسكرية الموجودة. القوات العسكرية الموجودة الآن في المهرة تحمي عملية التهريب، وهي ظاهر العيان، ومن يزور المهرة سيجد يعني مواقع المهربين جهارا نهارا، وأحواش البضائع المهربة ربما لا يظهر، لا تظهر المواد الخطرة في الصورة، ولكن عملية التهريب موجودة علنا في المهرة ولا تخضع لأي نوع من أنواع التضييق. في عملية هناك في بعض الأحيان تحدث أنه تخرج قواطر محملة يعني بالبضائع من سلطنة عمان، وتخرج بطريقة طبيعية يعني وهي محملة بضائع، ويتم جمركتها في منفذ الشحن، وعندما تصل الغيضة يتم أخذ هذه القاطرة وإفراغ الجزء من الحمولة حقها، ويتم وضع أسلحة داخلها وإعادة البضاعة تغطيتها. فعندما تتحرك وتوصل يعني وتحرك باتجاه الشمال يعني باتجاه المحافظات الشمالية باتجاه مأرب، فعندما يتم القبض عليها وتفتيشها يتفاجئون بوجود أسلحة، فيتم الاعتقاد أنها سلطنة عمان هي اللي ذيها، وهذا مستبعد. هي عملية تهريب يعني عملية تجارة تتم داخل الغيضة. خطط الحرس الثوري الإيراني لا تقتصر على محافظة المهرة، لكن على ما يبدو وجدتها منفذا رئيسا لتهريب السلاح وحتى المخدرات بعد أن حاصرت قوات التحالف العربي إلى حد كبير طرق التهريب التي كانت تجري من السواحل الإفريقية وخصوصا من الصومال. وكذلك بعد إحكام القبضة على موانئ المكلا وشبوة. المهرة هي المنفذ الأساسي الآن للتهريب، لأنه سواحل حضرموت وسواحل شبوة أصبحت مؤمنة بقوات النخبة بخفر السواحل، وأصبح الموضوع صعب على المهربين. وطبعا حصلت مواجهات، كان آخر مواجهة مع التهريب في شرمة، واستشهد أحد جنود النخبة، وكانت مواجهة كبيرة، وما تم الاستيلاء عليه كان يعني مخيف. يؤكد القائمون على الوضع الحالي في المكلا أن المدينة لا تشهد تهريبا يذكر، فحال المكلا بعد سيطرة قوات النخبة لم يعد كما كان في السابق، ويستبعدون أي نشاط للصيادين في عمليات التهريب إلى مناطق الحوثي. سليمان بن غانم قائد لواء إشبام الذي يتولى مهمة حماية ميناء المكلا يؤكد أيضا أن المهرة هي الطريق الرئيس حاليا لتمرير السلاح إلى الحوثيين. الطريق الرئيسي هي طريق المهرة، طريق المهرة رماه ثمود سيون العبر، وهلا يعني طريق بطن وادي حضرموت متجهه الى الشمال، هي متجهه الى صنعاء الى صعده الى اي مكان هناك لا نعرف بالضبط، ولكنها يعني كان هذا الخط يعني من الخطوط الرئيسيه للتهريب الى الشمال. طبعا في الشمال منهم هناك القايمين هم الحوثيين و يعني الانقلابيين بشكل عام الموجودين هناك. الحرس الثوري الإيراني يستثمر الجغرافيا والقوانين الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية الدولية ليغذي ميليشياته في اليمن. كوارث قد تحصل جراء صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات الحرس الثوري للبحار الدولية، وربما تؤدي هذه الانتهاكات لتعطيل الملاحة في أهم مناطق العالم للنقل البحري. الذي يشكل خطر كبير على العالم هي الألغام البحرية التي سوف ترمى في مضيق باب المندب. هذه تربك نظام التجارة العالمي،
لغم بحري واحد تصطدم فيه باخرة شاحنة تتعطل تجارة العالم في هذا الممر إلى أن يتم تنظيفه، وهذا هو الذي يريدها الحوثي وإيران، وهذا اللي دائما يهددون فيه أننا سوف نقوم بإغلاق إذا لم يلتفت علينا العالم. فإيران تقول بس راح أهدد إغلاق مضيق هرمز أو مضيق عمر بن الخطاب اللي الآن سموه ومضيق باب المندب. بالتالي هذا هو الخوف من التهريب، ووجود ألغام بحرية موجودة، التقارير تقول فيها ألغام بحرية إيرانية موجودة، السلاح أكيد إيراني. بالتالي رماية هذه الألغام عشوائيا في الممر الدولي، ممر المياه الدولية، بقدر ما هو جريمة خطيرة ودولية كبيرة، إلا أن له ارتدادات ضخمة على إمدادات النفط ويسبب هلع للأوروبيين وللمصدرين العرب. قد تكون عمليات ضبط تهريب السلاح معقدة أو متعبة، فلا يستطيع أحد ضبط التهريب في أي مكان في العالم، لكن هل يستطيع المجتمع الدولي ضبط أو إيقاف نشاط الحرس الثوري الإيراني الذي بات من أخطر الكيانات التي ترعى وتدير وتمد المنظمات الإرهابية في المنطقة والعالم؟ هذا هو السؤال الأبرز في ملف تهريب السلاح إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. في نهاية هذا الفيلم الخاص نلاحظ بأن اسم قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قد غاب عن أي مداخلة أو مقابلة أجريناها، ولم يأتي على ذكره أحد. السبب غير واضح تماماً حتى الآن، لكن من التفسيرات المحتملة هو أن سليماني قد فقد ثقة طهران وفقد قدرته على السيطرة على الأحداث في اليمن. هناك علامات كثيرة تشير إلى أنه ربما قد تم وضع قائد آخر مسؤول عن عمليات اليمن، مما أدى إلى تهميش سليماني. وإذا كان ذلك صحيحاً فإنه سيبين كيف أن إيران وقائد فيلق القدس أيضاً قد وصل بهم الحد إلى مستوى الإفراط في التمدد والتدخل في المنطقة.